السلام عليكم أحلى متابعين، مرحبا بكم في فيديو جديد. موعد مباراة توقيت قنوات الناقلة، أولمبيك خريبكا ضد شباب السوالم. الدوري المغربي للمحترفين، أولمبيك خريبكا ضد شباب السوالم الرياضي، اليوم على الساعة 6:45. قناة الناقلة هي قناة الرياضية. الدوري المغربي للمحترفين، 5 مارس 2023، أولمبيك خريبكا ضد شباب السوالم الرياضي. البطولة المغربية احترافية إنوي القسم الأول. وإذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتضغطوا على زر الجرس وشاركوا في القناة وبارطاجوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب وتفرجوا في الفيديو من الأول حتى الأخر باش هكا تكون الفائدة للجميع. وشكرا لكم أصدقائي، ومع السلامة.